السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الرحمن أبو مازن. طبعا هذا المقطع خاص بمجتمع باكستان، حبايبي وتاج راسي. هذه يا حبايبي منطقة اسمها تشورتياري البقار، اللي هو منطقة يصيدوا فيه سمك وطيور، طيور جميع أنواع الطيور تحصلها في المكان هذا، وجميع أنواع الأسماك وأفضل أسماك على مستوى باكستان تحصلها في المكان هذا. طبعا هذه المنطقة تبعد عن سانغر تقريبا ما يقارب نص ساعة، وتبعد عن حيدرابات تقريبا ساعتين ونص أو 3 ساعات. ما شاء الله منطقة مميزة بالطيور اللي فيها والأسماك اللي فيها والطبيعة اللي فيها. طبعا هنا طريقة الصيد عن طريق السفن. أنا واقف على واحد من السدود حقت المنطقة هذه. منطقة السد هذا تقريبا ارتفاعه 100 متر، 100 متر توصل المياه. يعني الحين حاليا منخفض المياه نوعا ما، لكن لما تكون على مستوى عالي المياه طبعا يوصل ارتفاعها 100 متر. فالحين ما شاء الله موسم الصيد، السيزن هذا موسم صيد، واحسن اسماك على مستوى باكستان تحصلها في المكان هذا، واسماكها مميزة وطعمها لذيذ جدا، تميز باسماك كبيرة ومختلفة الانواع، ما تتواجد الا في المكان ده. طبعا هنا في طيور كمان، الطيور المهاجرة كلها تيجي في الاماكن هذه، بحيرات كبيرة وفيها ايش بعد زي الجزر، يعني ممكن الناس بيروحوا بالسفن هنا. في واحد من الربع حقينا ومتواجد معنا في الجروب حاليا، اتجه بالسفن على المكان، الاماكن البعيدة من المكان هذا، اتجهوا الين تقريبا مسافة 50 كيلومتر او 100 كيلومتر تجوه داخل المياه، على اساس انهم يصيدوا بعض الطيور والاسماك الزينة على اساس يتعشوا عليها ولا يتغدوا عليها. الله يرزقهم الشباب ان شاء الله. لكن بنصح الشباب، اي واحد متواجد في باكستان، يزور المكان هذا ويزور السد هذا، منطقة مميزة. هذه قريبة عن قريتنا تقريبا ب10 دقائق، وكثيرين يجهلوا المكان هذا، بس المكان هذا يشتهر بش اسمه بالسمك هذا، وكله يعني السمك هذا ينتمي للسانغر. بس هي السانغر تبعد عن المنطقة هذه بتقريبا نص ساعة، لكن المكان هذا اسمه تشورتياري بقار ديم، يعني سد اسمه بقار. وما شاء الله انصحكم المكان هذا، والله تنبسطون يا شباب، تنبسطون من الموقع ذا والاماكن هذا والطبيعة اللي موجودة في الاماكن هذه. ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.